رفع طاقة الإنتاج من 250,000 لتر يوميا إلى نصف مليون لتر يوميا هو ما تهدف إليه ملبنة الأوراس بولاية باتنا خلال شهر رمضان الفضيل. ملبنة الأوراس وحدة اقتصادية لإنتاج تجميع وتوزيع الحليب التابعة لمجمع الحليب جيبري، دخلت حيز الإنتاج هذه الوحدة سنة 1991 بالقدرة الإنتاجية يومية تقدر 250,000 لتر يوميا من حليب الأكياس المدعم إضافة لمنسقات الحليب. وبمناسبة شهر رمضان رفعنا قدرة الإنتاج إلى 400,000 لتر يوميا لتغطية كامل الولاية والولايات المجاورة. انطلقنا بالعمل التناوبي يعني 24 ساعة على 24 ساعة فيما يخص الإنتاج، رفعنا من حصة الإنتاج مع الكميات المادة الأولية المتوفرة. وبالإضافة إلى رفع قدرة الإنتاج فقد تم تفعيل مخطط توزيع يشمل معظم بلديات الولايات التي يصلها الحليب من ملبنة الأوراس. هل الحليب بربي إن شاء الله هم كافيين وبربي إن شاء الله كاش ما يزيدونا نزيدون نكفيه وبربي إن شاء الله نروح. حاليا الحمد لله الكمية متوفرة بارابور على الأيام اللي فايتة، الحمد لله والكميه متوفره يعني الامور ماشيه بخير الحمد لله. احنا بولايه باركه منتدبه الحليب السعره متوفر وزادونا كميه في رمضان. ومن اجل ضمان بلوغ هذه الاهداف فقد تم تنصيب مدير عام جديد لملبنة الاوراس.